اليوم العالمي للغابة. يحتفل المغرب مثل باقي بلدان العالم باليوم العالمي للغابة الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، وذلك منذ سنة 2012. الهدف من وراء هذا الاحتفال العالمي السنوي هو التذكير بفوائد الغابات بكل أنواعها والتوعية بأهميتها، وتشجيع البلدان على بذل الجهود للقيام بأنشطة خاصة بالغابات والأشجار مثل حملات غرس الأشجار. يتم خلال حملات التشجير ببلادنا غرس شتلات لأشجار مثل الأرز والبلوط الفليني والأرجان والعرعر والخروب. وتهدف عملية التشجير إلى حماية المناطق الغابوية المختلفة، إذ يتم كل سنة إطلاق برنامج للتشجير يشمل كافة مناطق وطنينا. احتفالاً باليوم العالمي للغابة لسنة 2014، وتحت شعار حماية غاباتنا هي حماية لمستقبلنا، عقدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لقاءً تواصلياً مع تلاميذ مدرسة النور المحمدي بالرباط، قصد الإجابة عن كل تساؤلاتهم المتعلقة بموضوع الغابة. وقد قام منشطون من هذه المندوبية رفقة تلاميذ المدرسة بغرس شتلات بالمساحة الخضراء للمؤسسة، قصد الرفع من روح المسؤولية تجاه الغابة لدى كل التلميذات والتلاميذ. إن اليوم العالمي للغابات مناسبة للتفكير في أهمية الغابات وللقيام بأنشطة تهدف إلى المحافظة عليها.